متجدد لقاءنا بكم أعزائي مشاهدي قناة النهار عراق الفضائية، وأهلا وسهلا بكم. وهاي الحجاية اللي طق بطق باحث، كرت موضوع على مدير عام الاستكشافات النفطية وقلت انه اسمه كاظم حطاب، والصحيح هو اسمه كريم حطاب. كريم حطاب مو مدير عام، كريم حطاب عصابتي هو وأقاربه المعينهم داخل الدائرة. كريم حطاب بالإضافة إلى تحويله مشروع البرجسية اللي كلفته التخمينية 400 مليون حائلة ب 810 مليون، أذكر بها السيد وزير النفط هذا الموضوع، كذلك المفتش العام لوزارة النفط، إضافة إلى أنه معين من أقاربه أكثر من 20 واحد ومشتغلين عصابتية ويغلطون على المواطنين وعلى الموظفين. أستاذ كريم حطاب، أمام أنظارك السيد الوزير موضوع مدير عام الاستكشافات النفطية اللي نقل الموظفين فقط، أذكر الموظفين مو الموظفات، نقلهم إلى المشاريع إلى الحقول، وبقى بس الموظفين اللي عندهم ظهر، جماعة اللي راجعين مال السجناء السياسيين أو العايدين بالوظائف عن طريق الفصل السياسي، دولة ما يقدر يحكي وياهم. البقية لا، بقية الموظفين لا، الكفؤين يطلعهم من إدارة من الإدارات إدارات الدوائر اللي عنده، ويجيب الناس اللي يمشون بمزاجه. أذكر أيضا السيد وزير النفط أنه الأخ عصابتي، الأخ كريم حطاب عصابتي، فإذا تقبلون أن يكون مدير عام عندكم عصابتي فهاي نقرأ على وزارة النفط السلام. ايضا احب اذكر انه الزميل اسعد اللي تعرض الباحه للاعتداء من قبل حمايه السيد نائب رئيس الجمهوريه الاستاذ نوري المالكي، وامام انظار سيد نائب رئيس الجمهوريه يندفع وينهان احد الاعلاميين، احب اذكر انه هذا التصرف تصرف غير مقبول وتصرف يسيء الى شخص نائب رئيس الجمهوريه باعتبار انه هذول حمايته، وحمايته يجب ان تتحلى بالاخلاق، تتحلى بكل مقاييس الخلق الرفيع، لانه ذول الحمايه تمثل الشخص اللي يحموه. فمو من الاخلاق انه يندفع اعلامي وينهان بهاي الطريقه، هاي عيب. طبعا اكو موضوع ايضا احب انه اشكر العميد عميد المرور باسم عبد الجليل مدير موقع مرور الشالشية، هذا رجل اليوم خرج للمواطنين وطرد المعقبين وقام بتسهيل مهمات المواطنين واشغالهم بنفسه، نفسه قام وخرج، واكو هاي الصور، الظاهر هاي الصور انه شلون بده يتابعها. احنا مثل ما نشكر عميد باسم عبد الجليل، وهذا اجراء صحيح واجراء مال مواطن غيور على الوطن، غيور على المواطن ويحب العراق. نتمنى انه كل مدراء اغواطع، مدراء قواطع المرور العفو، مدراء قواطع المرور او اي مدير دائرة بالمرور ان يتخذ نفس الاجراء اللي اتخذه الاخ العميد باسم عبد الجليل، اجراء جميل، اجراء احنا نحترم هيك اجراءات، وبنفس الوقت
مو بس تظهر السلبيات، نظهر الايجابيه لما تكون في مكانها، في مكانها ومحلها. الايجابيه اللي كانت موجوده اليوم احنا نظهرها، اما السلبيه فالسلبيه ايضا نظهرها، لكن ان نتمنى من الاشخاص اللي يصير عندهم السلبيات ان يقتدون بالايجابيات ويسووها. موضوع اخر احب اتطرق له، موضوع انه بعض من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع من يسيرون بالشوارع، اولا يسيرون عكس السير، ثانيا ما يتقيدون بنظام المرور. اخوان انتم اذا تطبقون القانون، واللي يطبق القانون المفروض يطبق القانون على المواطنين، المفروض اول واحد هو اللي يطبق القانون على نفسه. المفروض رجل منتسب لوزارة الداخلية ولوزارة الدفاع يحترم تطبيقه للمرور، يحترم الشارع، يحترم الشارع حتى الناس المواطنين يقتدون به. يقول يا با شوف هذا، هذا المنتسب، هذا العراقي الأصيل ده يطبق القانون، عيب علي أنا ما طبق القانون، عيب علي من أشوف شخص هو رجل قانون ويطبق القانون اقتدي به. لكن لما شخص يريدني اطبق القانون وهو ما يطبق القانون، هذا عيب وغلط. اتمنى من السيد وزير الداخليه، من السيد وزير الدفاع، يوجه منتسبي هاي الوزارتين الى ان يطبقون القانون، هم اول الناس هم يطبقون القانون وما يكونون هم اللي اول من يخترق القانون، حتى المواطن يقتدي بهم. كذلك حماية المسؤولين، حماية المسؤولين المفروض يطبقون القانون وأكثر التزاما من المواطن العادي، لأنه هذا المسؤول هو اللي على رأس القائمة، هو على رأس قمة القرار. المفروض يطبق القانون على نفسه حتى يقدر يطبقه على آخرين. عيب يجي يحاسب الآخرين أو المواطن العراقي يحاسبه ليش ما مطبق القانون وهو أول الشخص مخترق القانون. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وأتمنى ألتقيكم بحكاية أخرى. وهم طق بطق. كانت عندي أحلام هواية، هواية كنت أحلم، حلمت يصير عندي بيت بشباك بقد الشارع وبيطابوق بقد الناس اللي تمشي قدامه. هواية كنت أحلم.